اجي جنبك فين؟ تعالى جنبك. ما تعليش صوتك بس. ما نتكلم بالمنطق بس. انت كنت فين لسه؟ ما انا واقف، انا جاي من قبل. ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. اخبارك ايه؟ سلم عليا. انا وزير النقل. هو انا راجل من الضفه. حضرتك منين؟ اهلا وسهلا، ربنا يخليك. راح اسكندريه ومنها ليا ومنها اسكندريه. لا لا اسكندريه كعب. رحت في اسكندريه يعني مكمل الليل يعني؟ لا لا ما زال قاعد. طب لو ودنا لك، لو ودنا لك قطر في ليبيا تروح ليبيا؟ ان شاء الله باذن الله. شاكرين شاكرين. السلام عليكم. عدي يا باشا، عدي يلا. اهلا وسهلا، ازيك؟ عدى يا جماعه، ما عدتش. مش هينفع. خش يا ريس، خش يا ريس. عربية تانية. مش ماشي يلا، بس مش كده. لا لا مش هتصور، خد يلا فيلم. احنا في باركن دي في جراج في اسكندريه هنا، في القاهره هنا، او في اسكندريه، او في طنطا، او في اي حته، وتركب ال. لا انت ساكن فين؟ ساكن فين؟ ربنا كان ساكن فين؟ ساكن في التجمع. ان شاء الله باذن الله في التجمع هتركن العربيه بتاعتك جنب المونوريل او جنب ال ار تي، وهتيجي لحد رمسيس وتركب قطر تروح اي حته في الدنيا من غير اللي تركب عربيتك الملاكي، ولا تبهدل نفسك، ولا تتكلف كتير، ولا تحرق اعصابك. لا هو التذكره 200 جنيه صراحه كبيره شويه. كانت 130 اللي هي القطر اللي في نفس. انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انت بتدفع، بتركب العربيه بتاعتك بتروح لحد اسكندريه. لا لا 600 جنيه 700 1000 جنيه كمان. بنزين رايح جاي 400 و400 800 جنيه. يبقى اذا ال 200 جنيه ربع. ولا حاجه. لا 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 ولا حاجه. وعلى فكره هم يا دوب التكلفه. يا دوب التكلفه الحقيقيه. السولار غالي، الكهرباء غاليه، الموظفين طبعا مرتباتهم لازم ترفعها، السكه غاليه، البند السكه نفسها دي مستورده ومتغيره، ده كل ده مستورد بالدولار. يا دوب يا دوب تكاليف التشغيل يعني كويس. ان حد انا عايش فتره في دول الخليج، تخيل ثلاث اربع سنين اللي فاتوا في بدايه كورونا مفيش اي مشاريع جديده، مفيش حاجه بتتعمل هناك يعني خالص. حتى كله عشان الكورونا. عشان كورونا الحمد لله، عشان ضغط ميزانيات، وعشان مفيش مش عارف ايه. يعني هم طفره البترول في الاسعار اللي فاتت دي كان غير عاديه. انا ما اقدرش اصرف لان احنا متاخرين كتير. في نفس الوقت احنا محتاجين وسائل مواصلات، ومحتاجين الشبك، ومحتاجين الناس نفسها تشتغل. يعني انت لو وقفنا المشاريع بتاعتنا، طب الناس تشتغل في ايه؟ بالظبط. المشاريع دي غير ان هي فايده من ناحيتين، بتنشط السياحه.